اهلا وسهلا بيكم معايا في حلقه جديده من تلت ساعه. والنهارده هنعمل مع بعض اكلتين، رز بالمشروم وستيك بالمشروم وعصير الرمان. بكده انتوا عرفتوا موضوع النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن المشروم. المشروم فيه فوائد كتير، من اهمها فيتامين ب وب 12، كمان فيه انزيمات هاضمه وفيه احماض امينيه، غير كده فيه كالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم وفسفور وكمان حديد واملاح معدنيه ومواد مضاده للاكسده. غير كده في كمان الفطر عامه المشروم هو عباره عن فطر لحم. يعني ايه فطر لحم؟ يعني شبه اللحمه، في نسبه بروتين عاليه جدا، علشان كده في ناس كتير بتاكل المشروم بدل اللحمه، بتستغنى عن اللحمه خالص وتاكل المشروم. من اهمها الناس الفيجيتيريان وبعض الناس اللي عندها زي مثلا نقرس ما بياكلوش من اللحوم كتير. خلونا دلوقتي ننسى الكلام ده ونبتدي في اكلنا. هعمل معاكم رز بالمشروم. لاول حاجه هفتح على هعمل الرز. اول حاجه فتحنا النار، هحط دلوقتي، انا مش هستعمل تقريبا في الاكله دي دهون خالص، هحط قد معلقتين شوربه هحط عليهم بصله، هخلي الكلام ده او عايزه البصله تدبل في الشوربه، مش هحط زيت، مش هحط سمنة، مش هحط زبدة. أكل صحي 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 عليه، صحي 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 عليه كده. عايزة دلوقتي البصلة تدبل، هسيبها لحد ما يبقى لونها شفاف وأنا هقطع المشروم. المشروم عايزه اقول لكم ولادي بياكلوه ني كده، احيانا ما بفهمش بياكلوه كده ازاي، بس هو فايدته عاليه جدا، هو ما فيهوش طعم تقريبا وهو مليان بالالياف. عايزه ابص على البصله، البصله بصوا بقت شفافه مفيش في اقل من دقيقه. هحط دلوقتي الثوم، كده لما الشوربه تنشف حطي تاني، لسه الشوربه موجوده، ونكمل تقطيع المشروم. عارفين عايزه خلوني اقول لكم المشروم بيتنضف ازاي. انا كنت في الاول بغسل مشروم وبعد كده الاقيه لونه بقى غريب وشرب الميه، فالموضوع كان بيضايقني قوي. فبيتعمل ازاي؟ بتجيبي يا اما فوطه ناشفه او مناديل، ومجرد انك بتعدي عليها، مش فوطه ناشفه، فوطه مبلوله سنه صغيره علشان تمسك في القشره، او بعمل احيانا بصبعي سنه ميه وامسح عليها وامسح على المشروم، وبعد كده اجيب الفوطه او بطرف ضفري وابتدي اشدها، بتطلع قشره رقيقه جدا من على الوش. احط حبه شوربه كمان كده، هعمل ايه؟ هحط عليهم المشروم. قلنا اكلنا النهارده صحي صحي صحي. ادي كده نكمل الباقيين دول. انا بحب المشروم كتير، ممكن احط مشروم في الشوربه وفي الرز وفي الخضار وفي كل حاجه. ادي كده
نحط المشروم وأقلب الكلام ده مع بعضه. أحط دلوقتي شوربة تاني، المرة دي أكتر شوية، كده حطيت شوربة أكتر شوية علشان عايزاها تخلي المشروم يستوي أو يبتدي على سوا. وبعد كده نحط رز. ده في واحدة مشروم هنا أنا نسيتها، اهي هي كمان مع اخواتها، احطها مع اخواتها كده. دلوقتي هجيب ليمونه علشان انا عايزه، هحتاج بشر ليمون في الاخر، احطه هنا. والله الاختراعات اليومين دول كترت، وده من الاختراعات الجامدة. طبعا مش لازم نعمل، مش لازم الاختراعات كلها تبقى موجودة عندنا في البيت، احنا نقدر نجيب تعملي البشر ده بالسكينة او بالمبشرة، مش محتاجة اختراع. بس هو الاختراع مفيش منه ضرر برضه، موضوع حلو يعني. ادي بشر الليمون، طبعا انا باخد بشر الليمون لان هو اللي فيه الزيوت وفيه الفايده كلها اللي انا عايزاها، وهقطعها واستعملها بعدين كده. نقلب بقى، ادي المشروم كمان بيدبل. هعمل ايه؟ هحط دلوقتي باقي الشوربة وهحط عليهم الرز. نقلبهم، هحط عليه الكلام ده كله بقى، الملح والفلفل. على فكرة الملح مع الفلفل ده طلع اختراع. قلبهم برضو تقليب علشان الملح والفلفل يتخلطوا كلهم مع بقية الطبق كده. وطي عليه. دلوقتي هعمل ايه؟ هتبل اللحمه. هجيب اللحمه هتبلها بملح وفلفل بس كده. ادي ملح وفلفل مره واحده. طبعا انت عايزه تتبلي بحاجه تانية غير كده، ممكن تتبلي انتي باللي انتي بتحبيه. انا هتبل بملح وفلفل بس، ممكن تحطي بهارات، تحطي قرفة، تحطي حبهان، تحطي اي حاجة انتي بتحبيها. خلوني هبص على الرز. هذا الرز انا شايفة ان الرز ايه، ناقصه سوائل، هزوده مية، مش هيضر ان ازوده مية. هقلب تقليبة كده. ريحة واو. دلوقتي هفتح على العين اللي ورا كده عشان هستعمل اللي قدام عشان احط ايه الجريل عليها.
كده ووطي عليها النار. دلوقتي بقى هحط الجريل واحط فيه حبة زيت علشان ايه نعلي النار انا ما طفيتهوش. في ايه اللي حصل؟ ادي مسحنا الجريل. انا عايزه بس الجريل اول ما يسخن هروح حاطه اللحمه علشان اشويها. اللحمه لما بتحطيها على زيت سخن قوي بتعمل لها شوك زي ما قلنا قبل كده، بتروح تقفل المسام تحافظ على العصاره جواها اللي فيها كل الفوائد اللي سواء كانت في اللحمه او في الفراخ. احط بقى اللحمه دلوقتي، هبتدي احضر الخلطه بتاعتي اللي هعمل بيها اللحمه. هجيب مكبه هحط فيها، خلينا نجيب المعلقه هحط طحينه طبعا انا عايزه كوبايه طحينه. وهحط عليهم عصير ليمون. مش كتير خلي بالك. وهحط عليهم ملح وفلفل. كده. اللحمه ريحتها تطلع حلوه قوي. وهحط عليها بابريكا وهوطي على اللحمه سنه. ادي كده فاضل نعمل ايه؟ بس اضرب بقى. هتكلكع شويه ولا احط ميه الاول؟ اكلكع ولا احط ميه؟ نحط ميه مره واحده. ما تحطيش مية كتير، حطي حبة حبة تكلكع منك نضربها تاني. نعمل كده. اول ما الخلاط يعمل كده تعرف ان هي ايه تالت قوي. عايزه ابص على اللحمه. ايه رايكم؟ ادي اللحمه حلوه جدا، هتاخد لها بتاع 7 دقايق على كل جنب علشان تبقى ول. هضرب تاني. كمان مرة. ايه رأيكم؟ خلونا نطلع فاصل وارجع له.